أعزائي متابعي ومشاهدي قناتي الكرام، السلام عليكم أينما تكونوا. راح أشوفكم الغرفة مع البلابل بعد ما قلصت 3 أقفاص كانت عندي هنا، شلتها، وقفصين كانت برا رجعته هنا جبتهم. هاي هي غرفة البلابل مالتي. عندي هنا 3 فحولة عندي هنا زوج بيضات بيضة واحدة هسه كان عندهم مرتين بيضة وفاسد. هاي البلابل الصينية بعدها تبني عيش وتفلش ما بيضة. هذا بيضة وبيضتين بالقاع مكسورة، وبيضة و3 بيضات بالعيش مملقحة كانت. هذا القفص هنا بعد ما منتج من عنده، هم يلمون العيش ويخربوه. هذا العيش اللي هنا نفس الشيء يبنون ويخربوه. عندي هذا كان عندها بيضتين، فقس واحد تشوفوها نايمة على الفرخ، فقس فرخ عندها، والبيضة الثانية مملقحة. غرفة مهيئة لها حرارة كأنه صيف عندهم ورطوبة ما جو. عندي هذا القفص العام انتج كلش جيد. هالسنة مرتين تبيض، مرة بيضتين مملقحات، ومرة بيضتين بالأرض. تشوفون الغرفة إنارة ومعتني بيها. هذا لو تشوفون هناك هذا الخنافس عندي هنا مع دود القبابي، عندي هناك دود قبابي، وعندي هنا دود قبابي بالإضافة إلى عندي مجارير بالغرفة الثانية. فمثل ما قلت لكم هاي هي غرفة البلابل الجديدة اللي صارت، يعني بعد ما شلت أقفاص بعت حوالي 4 أزواج من الغرفة، لأنه ما بي حيل بعد أعتني بيهم كلهم فقلصت. هنا أنا عندي ذول الكناريات لقوا مثل ما هما. عندي هنا فحولة 2، هذا فحل الأخ. عندي هذا القفص انتج هالسنة 5 بلابل 2 بـ3، وهسه لو تشوفون عندها بيضة العفو، وهنا أنا عندي فحل واحدة، وعندي قفصين بقت فارغة هسه هناك. هاي هي البلابل اللي عندي هسه. هاي اشتري لهم اكل كميات كبيرة واخلي لهم، اضافة الى الرولات مع الورق اللي اخليها بالاقفاص. هذه هي غرفة البلابول. هذا الفلتر هنا انا عندي للهواء، يصفي لي الهواء بالغرفة، خاصة أنا هسه عندي ضيق تنفس فأستعمله دائما أخليه حتى تكون الغرفة نظيفة. ختام هذا المقطع، أتمنى لجميع متابعي ومشاهدي قناتي الكرام الخير والسلامة أينما تكونوا، وشكرا لمتابعتكم للقناة ومشاركتكم إياها مع بقية الأصدقاء وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد.
وعمل اللايكات، مع الشكر الجزيل لجميع من ساند هذه القناة وخلاها بالمستوى هذا. وإلى لقاء في مقطع آخر بعونه تعالى. شكرا جزيلا.